بسم الله الرحمن الرحيم. في كل أسبوع في مثل هذا الوقت يقف هؤلاء الإخوة أمام السفارة السعودية محتجين على الاحتلال السعودي للبحرين، وهو احتلال سكت عنه العالم مع الأسف الشديد، ولكن شباب البحرين يدركون أن بقاء حريتهم وأن استرداد كرامتهم وسيادتهم لن يتحقق إلا بخروج المحتل السعودي. ولذلك أيضا فقد حشد هؤلاء الشباب، هؤلاء الأبطال، أبطال الميادين، حشدوا أنفسهم وجهودهم وعبأوا ما بأيديهم وما لديهم من أجل إحياء الذكرى الثالثة لثورة 14 فبراير المظفرة إن شاء الله. وسيشهد العدو الخليفي في ذلك اليوم من الاحتجاج الشعبي الواسع ما لم يشهده من قبل بعون الله تعالى. نتوقع طبعا أن يكون النظام قد حشد أيضا هو الآخر جنوده ومرتزقته لمواجهة الأبطال والأحرار، ولكن بعون الله تعالى لن تستطيع قوة في الأرض أن تهزم إرادة شعب صمم على نيل رضا الله سبحانه وتعالى بموقفه العاشق للحرية والمتطلع للتخلص من الاستبداد ومن الاحتلال. اليوم 14 هو موعد الحرية، هو موعد النصر إن شاء الله تعالى.